عسلامه عسلامه مرحبا صافا الحمد لله جوك بيه الحمد لله هاك منوره باللحم هاكا هو عاد موعد الحب احنا نحتفلوا بعيد الحب عام كامل صاي فيت موعد الحب لا انا ديما نحتفل بيه ديما نشري حمراء حمراء ديما نشري نوار احمر نشري شوكولاته بيه يرا واسمع مدامنا في تونس لازمنا ديما نحبوا فهمتني باش كيفاش نقولوا احنا باش الحياة تمشي فهمتني بلاش حب من مش نعيشه جي كادو للي عوفيت هو عيد الحب ما يصير والله يجي نقول لك انت نزلت على البقعة الحساسة انا ما نحبش نقول لك ليه اخذت كادو للروحي الحقيقة متاع ربي تفرح بروحك ليه نفرح بروحي انا خاطر باش تستنى شكون باش تستنى باش تستنى مرا تجيب لك كادو حكاية فيها مستنى راجل يجيب لك كادو يا حسرة ما يجيبش الراجل حسرة على الرجال اش بيهم رجال يا حسرة معاش فما رجال ليه هما فما رجال اما شوف شنية اللي وراء الاما وليو بخليين رجال تونس من الاخر يجيهم كيبسة شوي على الاخر كيبسة مش الكل مش الكل اسمعني عادين راني اكسبرينس راني طايحة موند فهمتني مش موند فوق من الموند مونك هذيك هي رجال تونس ما يحبش الكادوات ما يحبش يحل المراه عينيها فهمتني جيب لها كادو تقول عليها عكسنا احنا نساء مثلا نجيب له تزلو كادو انا ما زيدتش الحقيقه قاعد نفكر حسيت استنى في المكتوب والله ايش باش نقول لك هكاك شوي شوي ها نستناو شنو مواصفات فارس الاحلام والله فارس الاحلام انا لما حاله الحكايه هذه حلمت بها حلمتي بها قلت نهبط شارح ببرقيبة نتكلم في الإذاعة فهمتني في أي برنامج نحب كيفاش نقولوا احنا نحب فارس أحلامي به فارس أحلامي نحبه رومانسي نحبه عنده شوية فلوس نحب شوية ولا برش هيك شوي شوي ونحب عنده دار ونحب بيقدر المرأة فهمتني احنا طاوة في تونس المعرسين ما همش مسجعين فهمتني مثلا طوينا بحكم خدمتي فهمتني ديما يجوني يقولوا لي مثلا لو حاليك كاريا مسكر ولا مش عارفه هذيك حاسيلو شنو هي اخر مسكر ولا كاريا مشوم هذيك هي اللي انا صدقني كرهوني فيها فهمتني باش تخدم انت اي نخدم حلاقه حجمه اي فهمتني بيهم من سيل يجوك غادي يتشكولك يتشكي فما برشا نساء تقول لك انا مثلا ندمت لي عرست فهمتني كيف انت ما تنجميش سايبي ما تنجميش مش لازم تنجم العرس ولا ما تنجم والله ايش نقول لك واحد راهو وصل كيفاش يقولوا للطوب فهمتني يسمنا جا نهار وباش نعرسوا فيه يا اخي باش نقعدوا هكا قداش عمرك انت شتا في الخمسين ما زيت البرك ديما يقول لك عيش حياتك يقولوا هالكلمه هذه نساور عيش حياتك صاي لا هم يقول لك عيش حياتك بس باش تعيشك باش تعيش حياتك سامحني باش باش تعيشها احنا الراجل ما تنجمش تعيشها ليه مش هو مش ما تنجمش اما لابد واحد يقعد يحلم من نقص اي فما مثلا انا واحده من الناس ملي انا صغيره وديما نحلم وقتاش نعرس تاكل نحي العرس من مخي تو يجي الراجل ينحي العرس من مخك تو يجي ما نجمتيش ما نجمتهاش فهمتني نرقد نحب راجل فهمتني يحب راجل راجل تشرطت برشا لصوت الخمسين وقال لك كيفاش لا انا متشرطش فهمتني اول حاجه متشرط تختار مش نختار اللي يجيك يجيك طمع اي انا نقول لك حاجه اليوم شني عندك انت تراه هو خاطرني انا مشكلتي انا اسمح مش تحكيك حكايه طب بالحق انا احنا نحكيو بالحق فما انا قلت ماش نختار وحدي فما واحده جابت لي راجل حكايه عندها برشا هكاك خليقه وراس فهمتني خليقه وراس اي خليقه وراس هكاك الراجل ما يتعيب اش نقول لك اش نقول لك راهو اش نقول لك سم اش باش نفسر لك فسر لي كيف ما تحب مش حكايه ما يتعيب زاد يجيك راجل زاد يحب الكوبي انا ما يساعدنيش فهمتني حسيلو خرجنا عملنا قهوه تفهمنا حكايه معايا قال لي نعرسوا قلت له اوكي روحت عطاني النمرو روحت انا قلت هيا تو يطلبني تو يطلبني تو يطلبني طلبت صديقتي هذه اللي جابت لي الراجل باش يعارس قالها ياسر تضحك وياسر تفدلك قلت لها ندمت حقني قبلته في جبين نبدا انا حاشاك نوح وهو فهمت شنو يعني انا مشكلتي ما نحبش الكوبي فهمتني تو شنو الحل لازمك راجل تو والله شنو حسب ما قلت تحت مونك
اي طحنا مانجو قمنا وطحنا مانجو قمنا. شكونكم انت تو تحكي على روحك؟ اي نحكي على روحي، ما نعرفش كيفاش نحكي، باش نحكي على الشعب ما باش نحكي على روحي انا. هاي شنو الحل تو كيفاش؟ هلا نتفرجوا، هلا نتفرجوا، هلا نتفرجوا، هلا نتفرجوا. انا نتفرجوا. شنو رايك مثلا الطفله تولي هي تمشي تخطب؟ لا والله هو انا حطيتها في مخي هذايا، فهمتني؟ حطيتها في مخي باش تمشي تخطب؟ اي اما جيت نشوف نلقاها ماسطه. قدر هو واحنا في تونس ديما الراجل كانوا في البوس هو لول، كانوا في التعنيق هو لول، كانوا في الحضن هو لول، عرفت شنو كل يسرق لك البوسه يقعد، فهمت شنو وقت العرس هو الاخريني يقعد التالي، فهمت؟ حسك متليعه انت على الاخر، صدقني على الاخر الموضوع هذا مقلقني مقلقني مقلقني، فهمتني؟ توا حسيت وانا ماشيه في شارع حبيب بورقيبه قعدت وين نتاع المسرح هما اللي بزنسوك. الحقيقه نتاع ربي تو مثلا تو مش يقولوا هذه شبيهه ما نعرفش، فهمتني؟ الحقيقه فما حيد بزنسني، فهمتني؟ اي عجبك؟ والله بحليلته مش خايب، الزهر طاح عمره 35 سنه. بالزهر حسيت وصلت اشترى القهوه، السيد طلع معرس. طلع معرس وقال لك مرتي طايحه امبان، شوف جايب زوز صغار ومرته طايحه امبان. حسيت وليت شنو ما خرج كيفاش يقولوا ما خرجت من الموضوع كان بالروح، ولا نحكي لك بالرسمي ما خرجت من الموضوع كان بالروح، فهمتني؟ يعني راجل معرس وكان تشوف شد الصحيح باش يحكي معاك راهو، ولا خي يطلع معرس وعنده صغار ويقول لك انا طايح حمبان، يعني شيء حشم بصراحه بصراحه بصراحه، يعني ايش باش نقول لك موضوع قوي برشا، وربي مع نساء تونس الحقيقه. ربي يخف مكتوب ان شاء الله، ومانيش معاك نفرحوا بيك ان شاء الله، نحضروا العرس ان شاء الله، نعملوا في شارع حبيب بورقيبه. صار انت كيفاش عارف باش تعملوا في شارع حبيب بورقيبه، نلم الشعب التونسي هكا، فهمتني؟ فرحه ان شاء الله، فرحه تلمنا ان شاء الله ان شاء الله. ومانيش معاك السيده اللي تتكلم في شكوني السيده؟ ولا فما واحده هيك خرجت في في برامج تقول لك مثلا ليله عندي وليله عندك، انا ما يساعدنيش قلها، فهمتني؟ اه زوجتي ما يساعد وما يساعدش، هو راجل ما قدش وحده باش قد اربعه، سامحني زيد سامحني، هو وحده ما قدش باش قد اربعه يسرى عليه خيتي، فهمتني؟ قول ماذا بك تقعد ورايدين، فهمتني؟ نقعد ورايدين، نقعد نقعد ورايدين، وكان جي جي كان ما جاش في اخر لحظه واحد يسلم، مش لازم تو كي يسلم تو يجي وحده، هو ملي يسلم تو يجي وحده ان شاء الله، علاش؟